الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سهام واد ما هاد سنتهاي هوري اوغمي سنسو ديار جروبين او اسكولات يا وحبي كومشقول سند حاسا يا شي سيدي الربيبي بي او اخرسي سهام وانكوما هاد علينا وحن نوغو حيغون كسو حرانينا قيبتا قبلها قرآن كآخرين يي مريم محمد محمود مريم محمد محمود مريم فليتفضلي. بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مريم واد مهد سنتهي أرداد وحكم تهي مريم إيادنا تخريج كسمي أما كدما يي مدرسة عمير بن سعد قرآن كريم ما دام دليل لقاته أو يهي قرآن كريم كحيقنا أو يهي حديث كالرسول وقت قول نقو يرؤوغي هل قبر بان او يرينا او نو اخرس حديث كالرسول عليه الصلاة والسلام كدبنا وحان قودة قلق دونا برنامج كي كالي مركا وحا حديث كالنو اخرين ايسا قبر اللي يرهدو نجمة معلم عبد الله نجمة فليتفضلي وأنت مشكورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة وعلى قبره رضي الله عنه على كراد نقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري سبحان الله وبحمده كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة سبحان الله العليم كلمتان وعلى بك المخفيفتان كفضت على اللسان حرك حك عربك ثقيلتان كعلس في الميزان ميزانك أقر حبيبتان لقج عليها إلى الرحمن حك إلهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي أي ظل عرشي يوم لا ظلي إلا ظلي أي ظل عرشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري أين المتحابون بجلالي كواني قدرت لسكو جعل آويان اليوم ماتي وظلهم أيان هرنايا
في ظل أي ظل عرشي يهوس كيسا يوم مالين لا ظل هوس أسنجرين إلا ظل أي ظل عرشي يهوس كيسا ماهني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكتب الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري إياكم إذنك وحنينك الديايا والظن ملذا فإن الظن ملذا أكتب الحديث. شاكم هذا المتى وقو بيانت بذن وي الله كعب المريو أجر يا حسناتنا الله كسيو نجم معلم عبد الله قبل أسوح أحاديثنا آخري سي وحنا نرجينا يا قبلها مقالة كو ضيع عن دينتو ذاك ضيع عن إنا دوح أقبتت أو تيل لغسو هرتنا قطو انتا كدب وحنا أقود بينا قيبتيني أدن بيسي أو أهيد إنا نكسو قبقبينو برنامج كينا قيبتي ذكرها أما قسائدة هاد بسيدي لو يقانو أمداح ذا رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أمداح ذا سوحانو قادي دونا صدح ذا ويل كلاة محمد علي محمد محمد مرجان يو محمود علي محمد فليتفضلوا وأنتم مشكورون. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك.
وحن لا أفسح الله لسانكم ونور الله وجوهكم لن يرد يريد أمداح ذا نوق هذا يسي مدحق رسولك عليه الصلاة والسلام إيقو إسكود ديايا إني كابان أما بوحيان أما بأي أهو قان سمان آياديه قرآن كأها إلهي سبحانه وتعالى ونقول الدر دارمي إني إنو كسل لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يجو آيات أسكو عمل فلا يا أي مدحق الرسول كنو قادين عليه الصلاة والسلام هذا نوحن كسو دوين يا قسم البنات قبلها قيبتو ذي أو إيجانا قيبتو ذا قادن دونا فليتفضلنا وأنتم